ازاي تعمل سي في محترف في اي مجال بتتعلمه عشان تقدم على شغل. اهلا بيك، انا احمد السيسي مؤسس نادي القراءة العملية، ولو عايز يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها عن التعلم الذاتي والكورسات الاونلاين والتأهيل لسوق العمل، اشترك في القناة دلوقتي وفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا يخص كل طلاب الجامعة، سواء الخريجين الجدد او القدام او اللي حتى لسه طلبة في الجامعة او اي حد بيتعلم اي مجال جديد عليه من المجالات المطلوبة في سوق العمل. زي ما احنا عارفين ان السي في هو اول خطوة للحصول على اي وظيفة، زي ما بنقول عليه كده هو بطاقة التعارف بتاعتك اللي انت بتقدمها للشركة عشان من خلالها يقدر يقولوا نديك الخطوة اللي بعد كده ونعمل معاك انترفيو او لا. فالسي في مهم جدا جدا، هو اول خطوة في اي شغل، واغلبنا بيكون تايه في موضوع السي في وازاي يعمله بشكل محترف او حتى المجال بتاعه ازاي يكتب السي في فيه النماذج الموجودة، المهارات اللي اذكرها او لا وهكذا. ممكن تبقى شخص شاطر جدا جدا في المجال بس مش عارف تحط كل ده في السي في ازاي. انا كنت زيك بالظبط، وبقالي فترة طويلة بتعلم مجال الاس اي او لحد وما كانش عندي سي في خالص في المجال ده، ولا كان الموضوع في بالي اصلا، لحد ما في يوم لقيت شغل على لينكد ان، شركة كبيرة جدا وعالمية، واول حاجة طلبنا هي طبعا السي في. فقلت اجرب يعني اشوف انا مهاراتي في المجال ده وصلت لفين، هل انا ناقصني حاجة او لا. وطبعا لقيت اول خطوة هي انك تبعت السي في بتاعك، وزي اي حد فيكم مش عارف هكتب ايه. انا عارف حاجات كتيرة جدا في المجال وعندي فيه تجارب كتيرة، بس مش عارف ازاي، يعني ايه التمبلت او النموذج اللي امشي عليه عشان اعمل سي في محترف او يتقبل. وزي ما دايما بروح لعم جوجل، رحت بعملت سيرش وبعد كده لقيت الموقع اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. الموقع اللي احنا بنتكلم عليه اسمه لايف كارير. الموقع ده مهم جدا ومفيد جدا جدا، بيقدم اكتر من خدمة زي الريزوميز، زي الكفر ليتر، زي انك تدور على شغل، وعندهم مدونة تقيلة برضو في المجال. بس موضوعنا النهاردة ان احنا هنتكلم عن الريزوميز اللي هي السي في زي ما احنا بنقول عليها. فدخلت عليه وقلت طيب اشوف اكزامبلز في الموضوع ده او في الشغل بتاعي واشوف الناس بتكتب ايه وبتعمل ايه وكده. فانت النهاردة تعالى كده هناخد مثال عملي واقولك انا عملت ايه وازاي انت كمان تعمل السي في بتاعك من خلال الموقع ده. بس قبل ما نكمل الفيديو خليني اقولك ان الموقع ده مدفوع، فيعني احنا هناخد منه بس التمبلت او النموذج ونشوف الشكل، ومن خلاله هنروح لموقع تاني خالص هقولك عليه في اخر الفيديو او بعد الخطوة دي ان شاء الله، اللي هنعمل من خلاله السي في بشكل مجاني تماما. بس هناخد من الموقع ده النماذج او الطريقة اللي احنا هنمشي عليها. فيلا بينا كده نبدأ ونشوف ازاي نتعامل من خلال الموقع ده. زي ما قلنا نختار الريزوميز، وتقدر تجيب السامبلز او الاكزامبلز اي حاجة فيهم، وتبدأ تبحث في المجال بتاعك. هنا بيشرح لك الخدمة بتشتغل ازاي، هنا بيديك الامثلة للسي فيز او الريزوميز الموجودة. بس خلينا كده نخش على طول في الكلام العملي. احنا هنا نيجي على all industries يعني كل المجالات الموجودة، وتبدأ تختار المجال بتاعك. هنا بيديك اقسام بشكل عام، فمثلا في التسويق، في الماليات او المحاسبة، في الكمبيوتر تكنولوجي، في التصميم، في كل المجالات تقريبا. فممكن هنا ما تلاقيش كل المجالات، بس انا اقول لك ازاي توصل لكل المجالات دلوقتي. خلينا برضو نمشي في التجربة بتاعتي واحدة واحدة. وهتيجي هنا في مربع البحث وتكتب اسم المجال بتاعك، او ممكن تنزل شوية كده وتشوف المجالات المتاحة برضو بشكل عام. هنقول مثلا مجال الـ HR عشان في ناس كتيرة مهتمة بالمجال ده. مجرد ما هتدوس عليها هنا بيجيب لك بقى اكتر من نموذج في للسي في في مجال الـ HR. بيديك هنا الاول نصيحة في المجال ده، عشان وهنا بيديك نموذج كامل عن ال HR، السي في بتاع ال HR، وهنا بيديك بقى اكتر من تمبلت تختار بينهم مثلا، وتمشي كده او كده بالسهم بيجي لك اكتر من نموذج.
خلينا برضو نكمل هنا بقى، بيديك شوية معلومات عن المجال، بيديك مثلا السالاريز بتاع الاتش ار في حوالين العالم عاملة ازاي، هنا بيديك شوية تيبس برضو، خطوات تعملهم عشان تكتب السي في بتاعك، وهنا بيديك برضو خطوات مهمة عشان تدور على شغل في مجال الاتش ار، وفي الاخر تحت خالص كده بيديك اكتر من نموذج بقى الناس اوريدي شغالة في المجال ده. تمام، فانت مجرد ما بتختار اي حاجة من دول، انت مثلا بتقول انا اخترت التمبلت ده او عايز مثلا النموذج ده اشتغل عليه، بيوديك على طول لصفحة اللي انت تقدر من خلالها تبيلد السي في بتاعك. بس انت كل اللي يهمك من الموقع ده عشان برضو ما نطولش الفيديو، هنا مثلا بتشوف واحد شغال اهو كاتش ار في المجال، بتشوف بيكتب ايه الحاجات اللي بيذكرها، ايه المهارات بتاعته اللي هو بيكتبها، او يعني مثلا ما تكتبش مثلا انا بحب الافلام او، وتقعد تذكر لي في هوايات ملهاش لازمة، او تكتب مهارات بعيدة عن المجال خالص، لا انت بتشوف الناس المحترفة في المجال ده بتكتب ايه وشكل السي في عامل ازاي، ومن خلاله بتشوف انت ايه المهارات اللي ناقصاك، او لو هم كلهم عندك ازاي تذكرهم بشكل كويس. هنا بتقول بقى الانجازات بتاعتك اللي انت عملتها في المجال، وهنا الاكسبيرينس بتاعتك لو كنت اشتغلت في اكتر من شركة، وهنا التعليم اللي انت اخدته سواء من جامعة سواء سيلف ليرنينج عن طريق الاونلاين كورسز وغيره. فده نموذج اهو تقدر تاخده كمثال وتعمل محاكاة للنموذج ده، او تقدر تشوف برضو اكتر من نموذج تاني. هنا مثال تاني لواحد برضو شغال في الاتش ار وبيكتب الطريقة السي في بتاعه بطريقة معينة. المهم بعد ما بتختار بترسي على تمبلت معين، بتيجي نروح بقى للموقع التاني اللي هو كيك ريزومي، كنت شارحه في المقالة دي وعامل عنه فيديو، بس انا مش عايز اطول في وقت الفيديو ده، فانا هسيب لك لينك المقالة ولينك الموقع ولينك الفيديو اللي انا شارح فيه الموقع ده بكل تفاصيل، وطبعا بشكل مجاني، لان زي ما قلنا الموقع ده مدفوع، فانت بعد ما هتخلص السي في او الريزومي بتاعك هتيجي تنزله هيقول لك بفلوس، فمش هتعرف تنزله. لو انت حابب تتعامل مع الموقع ده وقادر ماديا كويس جدا اشتغل عليه هيفيدك جدا، لو مش قادر خلاص هتيجي بقى على الكيك ريزومي وتشوف الفيديو اللي انا ذكرته لك وهسيبه لك في الوصف، وهتختار النموذج وتكتب فيه كل الحاجات بتاعتك بالشكل اللي انت اخترته هنا. يعني انت هنا بس بتاخد منه معلومات او نموذج او خطوات تمشي عليها، وبتيجي هنا بقى تطبقها بالشكل او بالتمبلت، وهتلاقي هنا على فكرة تمبلتس كتيرة جدا شبه التمبلتس اللي هنا، فانت ممكن تلاقي الموضوع كله مجاني اساسا. فهنا في الاخر ده كان السي في بتاعي اللي انا عملته في المجال في الاس اي او، كحد مثلا عايز اشتغل في الاس اي او، فعملت السي في بتاعي بالشكل ده، وهو بقى صفحه واحده او صفحتين بالكتير. والحمد لله بعد ما قدمته في الشركه لقيتهم بعتوا لي ايميل ان انا تخطيت مرحله السي في، رغم ان انا ما كانش عندي اي خبره في الطريقه اللي انا هكتب فيها بيها او المهارات اللي انا هذكرها او غيره، بس الحمد لله بفضل الموقع ده والموقع التاني عرفت اعمل سي في محترف يتقبل في شركه كبيره جدا جدا بفضل الله وحده. فانا عايزك انت كمان تعمل كده وتشوف ايه هي المجالات اللي بتتعلمها وتبدأ تختارها، وتشوف الناس بتكتب ايه برضو تقدر من خلالها تحصل على معلومات اكتر او المهارات اللي انت المفروض تتعلمها او غيره. الموقع مهم جدا ومفيد جدا، تقدر برضو تستفيد من البلوج المدونة بتاعتهم بشكل كبير جدا، بيدوك تيبس وبيدوك ادفايس وبيدوك مثلا ريكومنديشن لحاجات تعملها كويسة جدا. فده كان موضوع الفيديو النهاردة، ولو انت حابب اعمل فيديو عن ازاي تلاقي شغل في مجالك عن طريق لينكد ان، علق تحت الفيديو ده عشان لو العدد كبير ان شاء الله نعمل الفيديو عن الموضوع ده، وهستناك برضو في الكومنتات تقول لي ايه المجال اللي تتعلمه وتعمل السي في بتاعك ولا لا، ولو عندك اي سؤال عرفني في كومنت وان شاء الله هجاوبك عليه، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. سلام عليكم.